إذن كان هذا النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية، وبعد كلمة المستشار تركي آل الشيخ الذي تحدث عن المشاريع القادمة كموسم الرياض ومساهمة كريستيانو رونالدو أو من خلال فكرة إنشاء ملعب جديد مثل هذا الستاد اللي حقيقة يعتبر تحفة فنية، ستاد يتسع 26,000 في إمكانية لتدعيمه في المدارس الجانبية إلى حدود 34,000 طاقة استيعاب. الملعب هذا اسمع معايا تكون أو تبنى أنظار كريستيانو رونالدو الذي يغيب عن المباراة. طبعا النصر إدارة وجمهور يخير البطولات الآن وراء الهلال، وخاصة على هذا الموسم اللي باش يكون الآسيوية. غياب ليونيل ميسي، ولكن ليو موجود على الدكة، وبالتالي ممكن في أي وقت يكون حاضر في هذه المواجهة من أجل الأنصار هنا في ستاد الكينغدوم أرينا، المملكة الأرينا هذا الملعب يتسمى. هذا قائد الفريق اللاعب طاليسكا، 21 مطير الشمس الفريق النصراوي. النصر بهذه الأسماء لمباراة الانتصار والثلاث نقاط ومن شعل لقاء الخميس القادم فاينل كأس موسم الرياض بين العالمي والهلال الزعيم. 26 دافيد أوسبينا، رقم 2 سلطان الغنام، 35 بين ليو والسير 7. لقاء قول قد يتأجل إلى الخميس القادم، موعد فينال البطولة المنتظر في ديربي الرياض بين الهلال والنصر، على اعتبار مجهودات الآن لإقناع إدارة إنتر ميامي وليونيل ميسي بأن يكون مع الفريق الأزرق في مواجهة الأصفر الخميس. يعشق الانتصار، أي صورة وأي إخراج وأي مشهد دفاع يضغط الفريق النصراوي. ممكن الجول الأول، التسديدة، محاولة وهدف الأول. 1-0 1-0 لفريق النصر من أول الدقائق. الأندية السعودية تبرى النصر. شوف الكرة ملعوبة، شوف التحضير، شوف الخطا في الدفاع، معاودة الهجوم، معاودة الضغط، الكرة بانسلال ثم بانفلات ثم بهروب ثم بتثبيت ثم بتسديد ثم كرة تغازل الشباك. 1-0 النصر على نادي انتر ميامي. 1-0 كريستيانو، حتى بالاستعراض يريد أن يكسب ميسي، حتى بالوديات يريد أن يكسب ميسي. كرة انتر ميامي، انطلاقة ودخول وتوزيع، الكرة ممتازة وتمشي السالة. الكولومبي الكافيتيريوس دافيدو أوسبينا، لكن بتجديدات وبأفاق ميسي الصياد من خلاله استاد فريق الانتر ميامي نجوم بقيمة بوسكيتس، ألابا، دافيد، لويس سواريز، الترسانة القديمة للبرسا في تحقيق حلم الدوري الـMLS. في منطقة الجزاء خطيرة جدا ملعوبة، وكانت كرة، كانت كرة للفريق الأمريكي بذكريات الكامب نو، ولكن هنا خطا آخر في الدفاع. كرة للثاني، والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق النجم طاليسكا. ماتش 22 يسجل هدف ال 21 البومبر طاليسكا في تقريب صيغة الهدف الأول، صيغة كرة الهدف الأول من نفس الطريق بنفس الطريقة. الكرة ملعوبة عالمية يا نصر، عالمي يا نصر. 1 و2 و3 موسيقى، موسيقى العرض النصراوية يا سادة، العرض النصراوية يا سادة في استعراض العالمية، العالمي بالثنائية في المرمى ورونالدو يغيظ ميسي. هذا الثاني ليو، تحكم في ردهات 80 دقيقة، ولكن الخواتيم كانت خطيرة. وهنا كرة ماوي، عالمي الجول، عالمي الجول، كرة طويلة ملعوبة، باف، جول أرسل النصر. 3-0 في 13 دقيقة، 3-0 في 13 دقيقة. هدف ثالث من الفريق النصراوي. تغفل شوية يجي جول، تعطي معلومة وتنظر للورقة لحظة يأتي هدف، الهدف الثالث. كرة ممتازة،
انتر ميامي لهدف. كرة عرضية، ممكن عرضية والدفاع إلى ركنية. التسويقي، دائما قلت أن كرة القدم سياسة وبزنس، ومن جانب البزنس نعطيكم رقم لمن لم يستمع. حلوة من وليد، شوف ردت للطول، ود الأمسية تطول. الكرة من ضربة ركنية، النصر يدافع الآن لأن انتر ميامي تدخل قوي، والحكم مطالب بأكثر الصرامة، بس ما يهربش بها الأحبل، ويهرب بها الأحبل ترسينا ويهبط الشوالي، عاون فيها على شد الحبل وضبط الأمور. امسك الأمور، الورقة صبرة صبرة في وقتها. تدخل قوي جدا هنا، أيضا تدخل قوي من اللاعب النصراوي، فما كرت من هنا وكرت من هناك، مازال لم يتحقق هذا. آلان لانتر ميامي، يمشي بالكرة جوردي، ما يعديش تاليسكا. لعب الكرة تاليسكا، يمشي بالكرة جوردي، البا بالراس، وكرة للحارس وليد. ترجع آخر الإمكانيات لـ3-1 بالراس، يضرب الفريق الأمريكي الآن بالساق والدفاع. حاولات انتر ميامي بعد 3-0 الفريق الأمريكي. هذه فرصة للهدف الرابع، كان ممكن يلعب لتاليسكا في 3-0 مسموح. تاليسة مع فيها ورسمين الأكرت، هنا الساق اتفتحت، هنا الكرة دخلت، وهنا الرابع الشبكة. جول 4-0 ميامي. النصر يجهز للمرحلة الثانية كما ما يكون من أجل الجمهور، أم أنه سيكتفي بتسجيل حضوره في كأس الرياض. تسرب المعطيات، بينما هنا والدفاع بامتياز، الدفاع بامتياز. دخل من عمري عبد الإله، المخضرم لويس سواريز، كرة تقريب ضربة جزاء متحركة، يشوت تولف. المباراة صارت على انغام السمسمية، سرك نصبه النصر للويس سواريز تحت مناظرة. ريت كي واحد يسولف ويخرج برشا على النص، يضيع شكون يهاجم وشكون يدافع. لا لا، هذا دفاع امريكي، هذا هدف خامس للعم سامي، على مال على بطالة انه يدافع. كرة بالراس وهدف خامس، والخامس والخامس والخامس. ايش 5-0 عن طريق محمد. هذه الاسيست، هذه علقت عليها الكرة نفسها منذ يومين، ليلة الثلاثاء في استاد المدينة التعليمية. هذه الكرة متاع الدوسري، ولا المرفوع الكرة اللوب، واللي المدافع الكوري خرجها في الشوط الأول. هنا دخلت، اتعلم من لقطة محمد مران والشاهد الأحمد. فصيل كرة القدم الأوروبية. أوه، ملا مباراة، ملا مباراة ستدونها الذكريات. حتى له تاليسكا السادس، ما يضيعش تاليسكا البومبر. اوف سايد، اوف سايد. ايش قربك للوادي يا ميامي؟ 6-0. نو اوف سايد، ماذا قلت لكم؟ 6-6-6. 6-0. وليو ميسي سايش. يا 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 تاليسكا. سنين يا بولجا، ايام الزمان يا بولجا، ايام الريمونتادس يا بولجا، العودة على الارسنال. الان يحاولون ان يسجل هدف. 11 جول، 5 تمريرات. 6 الاخيرة كما عنونت الصحافة العالمية، ميسي رونالدو. بوسكيتس غريبة جدا، فمو تتأكدون الستة وجعتهم سودة. طارق الجلامة والنصراوي محمد السهلاوي. فاصل ثم الخط للاستوديو هنا من استاد الكينغدوم أرينال.